مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني، انطلقت اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر أشغال الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة، وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من الحكومة. الأشغال تميزت بكلمة رئيس الجمهورية إلى المشاركين والتي قرأها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، حيث أكد فيها رئيس الجمهورية أنه منذ 3 سنوات وأن توشح بأعلى أوسمة التشريف بتنصيبه رسميا رئيسا منتخبا للجزائر، وهي الأمانة التي يحملها بمنتهى الوفاء لثقة الشعب الجزائري. رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه يدرك تمام الإدراك بطموحات الشعب لإعادة الحق وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب تتبوى أو المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. رئيس الجمهورية أكد أيضا أن الدستور جاء ليجعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري. ينطلق اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال وعلى مدار يومين المنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة بمشاركة وزراء الدول الإفريقية وممثلي الهيئات الدولية والقارية التي تعنى بتطوير مجال الشركات الناشئة والابتكار. في النشاط البرلماني تنطلق في هذه الأثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2023 برئاسة رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، حيث تطرق وزير المالية جمال إبراهيم كسالي خلال عرضه لنص المشروع إلى الإطار المرجعي لنص القانون ومؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي المعتمد لسنة المقبلة. لكل واحد منا مجال يستهويه من خلال طاقاته، فماذا لو كان ذلك ضمن أعمال تطوعية؟ عبد الحق العمش من ولاية شلف نموذج من الشباب الطموح، يسعى من خلال خرجاته اليومية إلى تقديم صورة راقية تليق بخصوصية منطقة الكريمة، أين جعل لاسمه بين أوساط ساكنتها ملازما لحملة النظافة والتحسيس. تقول كريمة الشبط. مداعبا ابنته يرتشف عبد الحق فنجان قهوته ليباشر يومه حاملا عدة عمله التطوعي، مستأنسا في ذلك بجيرانه وأبناء منطقته. هذا الجار إنسان خدام، لازم نوقفه معه بيخدم، نعطوا البيئة هذه نعطوا لها نظرة تاع مجتمع مليحة، يدير مبادرات هكذا وحنا نعاونوه في اطار النظافه في شتى المجالات. انسان لاباس به، ينشط مليح. مثابرته في ترجمه عشقه للعمل التطوعي البيئي الهم ساكنه بقعه البساكره ببلديه الكريميه بشلف حس مسؤول، فيدا بيد وبنفس واحد تتنفس نقاط سوداء بالمنطقه نظافه. حملة تطوعية بأن نقوا هذه الأوساخ صرف الصحية، هما كيطولوا علينا بيخدموها، احنا شجعنا أخونا عبد الحق، درنا اليد في اليد وتعاوننا. عبد الحق لم يتوقف تطوعا عند عتبة مسكنه، لا يتوانى في زرع معوله نظافة حتى حدود إقليم بلديته، بل وتعدى ذلك خارج محيطه. كل خطره نروح للحي، خطره نروح للشوارع الرئيسيه، خطره ادارات، من بعد والفنا عام الفكره تطورت، في الليل نخدم وفي النهار نتطوع. والانسان كي يدير التطوع يلقى روحه نفسيا مرتاح، والانسان كي يدير خدمه للمواطن ولا الانسان محتاج ولا ديجا عندك اجر عند ربي سبحانه. الفائده هي انه كي تدير تطوع وتلقى ذاك الحي نقيته ولا درت تسجير ولا نحيت غبن على كاش مواطن ولا وصلت رساله تاع انشغال تاع مواطنين، الفائده هي انه ترتاح نفسيا وتولي تحس باللي راك افاده لهذا البلد.
هو واحد من خيرة ما أنجبت الكريمية من رحم كرم أهلها، يتجلى في صورة عبد الحق سفير العمل التطوعي الخيري. مشاريع متقدمة لربط المستثمرات الفلاحية بولاية برج بوريريج بالكهرباء الريفية، حيث تطمح الولاية في ربط 500 مستثمرة فلاحية بالكهرباء قصد تسهيل الأعمال الفلاحية واقتصاد الطاقة وخفض التكاليف. يقول طارق حجي. 72% من خضروات ولاية برج بوريريج تخرج من سهول منطقة بولحافة الخصبة، فبعد الربط بالطرق جاء الدور على ربط المستثمرات الفلاحية بعنصر لا يقل أهمية عن الطريق، ألا وهو الكهرباء. عندنا مدة تاع 4 سنوات وإحنا نعاني مع الجروب الإلكتروجين تاع تريسيتي، دايرين جروب الحمد لله اليوم هاو فرج علينا ربي هاو جاب لنا تريسيتي. هكذا مام حنايا كي شجعنا بتريسيتي نقدروا نهبطوا في أسعار الخضر. نقولوا أنا كانت تكلفة تاعي تستقام لي مثلا ب 10,000 الكيلو باش نجيب الربح تاعي، الهامش تاع الربح تاعي، بصح دوك هكذا نبيع ب 5,000 والحمد لله. أنا خدمة في القمح، أنا نزل 38 قنطار قمح كرة تسقي الجيو ممبران، يعني والله بالثروة الحيوانية كلش راه بالتريسيتي. هذا وسطرت مصالح الفلاحة ببرج بوريريج برنامجا لربط 500 مستثمرة فلاحية في الآجال القريبة. حاليا عملية الربط انتهت في 119 مستثمرة، عندنا 24 مستثمرة اللي راها قيد الإنجاز في الوقت الحالي، الباقية راها قيد الدراسة من أجل الربط. كذلك أطلقنا عملية واسعة لربط إقليم واد محجر اللي يمتد على ربع بلديات اللي هي القلة الماين تفرق والجعفرة. شبكة التوزيع بلغ طولها حوالي 199 كيلومتر، ولا تزال جهود مديرية توزيع برج بوريريج متواصلة لربط كافة المستثمرين الفلاحيين بالطاقة الكهربائية. وبهذا تطمح ولاية برج بوريريج لتكون قطبا وطنيا لإنتاج الخضر وبتكاليف معقولة. في المغرب ثورة شعب غاضب خرج بكل أطيافه في مسيرات عارمة جابت الشوارع والمدن، أصوات وشعارات سخط ورفض صارم لجميع أوجه الظلم وقمع الحريات، أصوات ضاقت ذرعا من نظام التملص ولا نظام. المزيد في هذا التقرير لنصير بادر بصوت هشام بن سعدوتي. وهذه الدولة قمعية. العيش الكريم مطلب مشروع صدحت به حناجر الشعب المغربي اليوم، لعلها تجد آذانا صاغية في مسيرة الغضب التي اجتاحت الشوارع والمدن المغربية، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، احتجاجا على غلاء الأسعار وسياسة القمع المنتهجة من طرف نظام المخزن. اليوم هذه المسيرة كذلك هي لتعبير عن الغضب ضد هذه السياسات كلها وضد سياسة التطبيع. لليوم النظام المغربي غرق البلاد في الوحل ديال التطبيع وديال التصهين، وحنا ضد كل هذه السياسات، سواء سياسة القهر الاجتماعي، سياسة القمع السياسي، وسياسة التطبيع مع نظام الأبارتايد الصهيوني. حنا اليوم كنعبروا على أن المستوى ديال الغضب وصل لواحد المستوى كبير، بأن الشعب المغربي هو كيضق بواحد الشكل لا يتصور، بسبب الغلاء، بسبب يعني المشاكل الاجتماعية، بسبب القهر الاجتماعي، بسبب يعني تدهور ديال التعليم، ديال الصحة، ديال كل المجالات الاجتماعية. نريد أن نعبر للحكومة الحالية ولتغول الحكومة الحالية على أن الوضعية مقلقة ببلادنا ولا تبعثها على الارتياح، بل أكثر من ذلك هناك تدهور خطير اليوم للقدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين المغاربة. النخبة هناك وبكل أطيافها تثور اليوم وبشدة رافضة لجميع أشكال الظلم والتعسف وطمس الحريات. الغلاء فاحش، ما كاينش سيغتين كومبونساسيون، ما كاينش تعويض. صندوق المقاصة هجمت عليه الحكومة ديال بن كيران والأساس حكومة سعد العثماني. هاد القدرة الشرائية ما تبقى فيها، جات حكومة أخنوش قضت عليها. خروجنا ديال اليوم يعني دق ناقوس خطر. في المغرب وحده الشارع منبر المظلومين والمستضعفين والمغلوب على أمرهم، منبر من لا منبر له، والمسؤول رغم تنصله من المسؤولية هو المخزن وسياسته الفاسدة، بل سياسته المفلسة. شوف
في الأراضي المحتلة استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب 6 آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم دهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية. كما اعتقل 16 فلسطينيا اليوم من بينهم أسير محرر بعدة مناطق في الضفة. إلى ذلك وضمن مساعيه الهادفة إلى طمس المعالم التاريخية والحضارية لفلسطين أقدم الاحتلال الصهيوني على هدم أبنية أثرية في منطقة الأغوار. إلى الرياضة الآن، وضمن منافسات الدور الثمن النهائي لكأس العالم 2022 التي تجرى وقائعها في قطر، يواجه اليوم منتخب اليابان المنتخب الكرواتي بملعب الجنوب، فيما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع البرازيل بملعب 947. ولحساب الدور الثمانية من المنافسة تأهلت أمس فرنسا للدور الموالي بعد تغلبها على بولندا ب3 أهداف لهدف، في حين فازت إنجلترا على السنغال ب3 أهداف كاملة دون مقابل. وعلى إثر ذلك المنتخب الفرنسي إذن وجها لوجه أمام نظيره الإنجليزي في الدور الربع النهائي يوم السبت القادم بملعب البيت. تلعب الصناعات التقليدية بولاية بشار دورا محوريا في ترقية السياحة المحلية وتطويرها، وهو الحال لمدينة تاغيت السياحية، حيث يعرض الحرفيون منتجاتهم التي صنعوها للسياح. جويدة باب أحمد. وجهتنا تاغيت الساحرة، ساحرة بمناظرها الخلابة، بهدوئها الذي ينسيك ضجيج المدينة وضوضائها، ساحرة بكتبانها الرملية الذهبية، ساحرة أيضا بتحفها الفنية التقليدية التي يلامس من خلالها الزائر ثقافة وهوية سكانها منذ قرون مضت. صناعات حرفية يبدع في تقديمها الحرفيون بتاغيت، ما جعل منها قبلة للسياح من أنحاء العالم. أنا جيت من البليدة لتاغيت، والصناعة التقليدية هذه هي مرآة لتاريخ كل منطقة. السياح الأجانب مهتمين بوكو فلوس بالصناعات التقليدية الجزائرية. صناعات تنوعت بين لوحات رملية مزج فيها الفنان ألوان الرمل المتعددة، وبين القارورات المملوءة بنفس ألوان الرمل عاكسة بساطة الحياة الصحراوية. راح جونا أجانب من إيطاليا، من إسلندا، وخدمنا لهم وفرحوا بالهدايا هذوك، تحف وراحوا فرحانين. من بين الصناعات التقليدية التي توارثت أبا عن جد بتاغيت والفريدة من نوعها نوعا ما، تحنيط الحيوانات البرية. احنا رحنا كونتر الصيد العشوائي وكونتر هادو، واش هنا في هذه رحنا نحنطوا باش نبينوا التحف البيولوجية اللي كاينة في المنطقة، في المناطق الصحراوية، والتنوع البيولوجي الحيواني للمنطقة. الألبسة التقليدية والأكلات الشعبية ومختلف الصناعات الجلدية والنحاسية والآلات الموسيقية، كلها موروثات ثقافية تثري القطاع السياحي وحتى الاقتصادي للؤلؤة الجنوب الغربي تاغيت، مدينة الجود والكرم وطيبة الأهل وحسن الضيافة. بالصناعات التقليدية نختم نشرة اليوم، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، برامجنا مستمرة، في أمان الله.